السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت أشوف لكم أزهار الكلانشوا. عندي ثلاثة أنواع الحمد لله والشكر يا ربي. هذه تكون أوراقها صغيرة هذا اللون، هاي بيها عدة ألوان طبعا، هي الكلانشوا. عندي هذا اللون، شوفوا جمالها ما شاء الله. طبعا أنا غيرت السندانها بس ما صار مجال أسوي لكم فيديو عليها، تغييرها سندانة أكبر، كانت السندانة مالتها كثير صغيرة. وأيضا شلت أجزاء أوراق من عندها حطيتهم هنا، زرعتهم بجانب النبتة الأم، هي تتكاثر بالأوراق وبالأغصان وأيضا بالبذور. أنا بصراحة ما جربتها بالبذور، بالأغصان والأوراق. كانت عندي سندانة كثير صغيرة هذه وكاثرتها الحمد لله، وغيرت ايضا سويتها بسندانة اكبر. عندي هذه من عندها، صح السنة الماضية تأثرت بالثلج بالصقيع، وايضا بالصيف من كثرة المطر، لان هي من النباتات العصارية اللي تحتفظ بالماء. كثرة المطر ايضا عندي تأثرت كم واحدة، بس الحمد لله هذه رجعت وامورها طيبة. وهذه الثانية تكون اوراقها كبيرة، تصير تختلف. هذه هنا حولتها بالسندانة، كان سندانتها صغيرة وأيضا كاثرتها مثل ما ذكرت، هي من النباتات العصارية. عندي بعد نوع ثالث والحمد لله أيضا بدأ يزهر، هسه أشوف لكم يا النوع ذاك الثاني يختلف اللون مالته. هي من العصاريات اللي تحتفظ بالماء الزائد، تحتاج شمس مباشرة. هسه احنا ساعة 11، هذه الشمس بعدها ما راحت، 11 ونص تقريبا ما راحت بعدها الشمس عليها، تحتاج شمس مباشرة كم ساعة. السقي عند جفاف التربة، لأن هي من العصاريات اللي تحتفظ بالماء حتى لو نشفت التربة مالتها، فهي عندها فائض بالأغصان والأوراق فتتكفى من عنده. بس احنا ما نخلي التربة مالتها تنتهي 90 أو 100%، يلا اسقيها، لا، اتفحص سطح التربة. إذا كان 40 أو 50 من سطح التربة ناشف أنا ممكن اسقيها. وطبعا احنا مثل ما متفقين كمية الماء تعتمد على حجم السندانة وحجم النبتة. بعض الأحيان أكو سندانة كبيرة تحتاج مي أكثر، أو سندانة صغيرة تحتاج مي أقل، فواحد يأخذ بالحسبان بأنه هي كفايتها من الماء. ما أخلي مي كثير وأخليها، أو يعني مي على قد النبتة. وأيضا المفروض السناديل تكون مثقبة، شوف هذه مثقبة منها ومنها وهذه من الأسفل، لازم السناديل تكون مثقبة من الأسفل في حالة حطيتوا مي كثير أو صار مطر أو تجفى، حتى ينزل الماء من فتحات تسريب الماء من الأسفل. طبعا اليوم صح شمس بس هواء كثير عالي عندنا، لهذا ما كشفت الغطاء هذا، شوفوا بعده، لأن عندي النباتات اللي مكاثرتهم فأخاف لا ينضرون بالهواء العالي فخليته. تجي الشمس عليهم، تجي بس هاي المسافة، تجي على الشمس عليهم وضوء الشمس من الأعلى، بس كغطاء لا ما شلته، لأن الهواء عالي، وهذا الهواء العالي أيضا هم يأثر على النباتات، وخاصة النباتات اللي التكاثر الجديد. عندي الحمد لله خير من الله، نباتات مكاثرتها فما حبيت تنضرب صراحة، لأن يعني الجو ببرودة وأيضا هواء عالي، شوفوه حتى البلاستيك يطير ويرجع فلازم نثبته. فنرجع على نبتة الكلانشوا، هي من النباتات اللي تحتاج مي على قد الكفاية مالتها، مثلا نقول 40 أو 50% من سطح التربة ناشف احنا نسقيها، تحتاج شمس مباشرة. الاكثار مالتها بالاغصان وبالاوراق يعني من اقصد بالاوراق، انا سبق ونزلت لكم اكثر من فيديو عليها، هذه بالاوراق، يعني اقطعها الورقة واحطها، اخلي طرف الورقة يصير بالتربة، وهذه اتركها ورا فترة اجي انقاها، سواء الاوراق او الاغصان بنفس الطريقة، نتركها ورا فترة نجي نلقاها بادية تطلع نبتات جديدة وتتكاثر تصير سندانة كاملة. اما التربة فهي التربة تكون خليط من الرمل والبتموس، ممكن زراعتها بالحديقة، بس اضيف يعني على تربة الحديقة عادي ايضا تعيش، بس اضيف بتموس ورمل لان هي من العصاريات، حتى يتوزع المي، ما يظل ما ينفعها التربة طينية لان راح يظل المي بيها ما يتسرب. بس لازم تريد تربة خفيفة هشة حتى في حالة الماء الزائد راسا يتسرب من عندها. هذول نوعين، هذا نوع وهذا
هذا نوع، هذا النوع اللي أوراقه كبيرة، هذا النوع الأوراق النورمال الاعتيادية. خلينا نشوف النوع اللي عندنا هو النوع الثالث، ذاك سهل بشكل يعني شقد ما تتخيلون. هذا النوع اللي راح أشوف لكم إياه الثالث سهل بشكل، ورقة تحطوها ما شاء الله تطلع 5-6-7 نبتات جديدة على قد الأوراق القرنصة هاي اللي تصير فتحات اللي تصير بالورقة، هي تطلع نبتات جديدة. الحمد لله هسه بدأت تزهر السنة الماضية، الحمد لله ظلت عندي سنتين ما أزهرت، بس السنة الماضية أزهرت، وهسه هذه السنة اليوم أنا خليتها، ما خليتها وياهم، خليتهم هناك أيضا. هذه تجي عليها الشمس المباشرة والجو متحملة، طبعا هي تتحمل الجو الظروف الحارة، ذاك النوع يكون أقوى من هذولي، هذا النوع، هذا النوعين الموجودة قوي يتحمل الظروف المناخية المناسبة سواء الحارة أو الباردة، وما شاء الله أموره طيبة. شوفوا حتى لون الأوراق مالته يختلف في حالة تتعرض على الشمس، شوفوا اللون يصير اللون وردي على برتقالي. هذه بدأت تزهر بعد، هذه جنابذ، خليها أشوف لكم اللي هي اللي تحت يعني تحت الشمس المباشرة، كم ساعة تجيها الشمس مباشرة ومتحملة الجو البارد والحار. خليني أشوف لكم إياها من الناحية الثانية وكيف هي بدأت تزهر. هذه شو بدأت شلون تزهر، سبحان الله، يعني حتى الأزهار مالتها تختلف عن النوع الثاني. أوراقها شوفوا اللون مالتها يختلف عن الثانية، وحتى تصير هذه كحجم تصير أطول من النوع الثاني، النوعين اللي شفت لكم إياها. الأوراق مالتها تصير وردي على برتقالي، جميلة شكل بشكل تصير كأنه أجراس، سبحان الله. أنا سبق وصورتها السنة الماضية أزهرت عندي هنا، شوفوها متحملة هنا، شمعنا الشمعدان عندي هو تأثر السنة الماضية وما شلته من السندانة، قلت عسى ولعل بأنه يرجع. هذه شوفوا ناخذ أوراق من عندها، تنزرع هنا، نعمل لها ثقب، حتى سراعتها سهلة جدا، نحطها. وأيضا هذه الأوراق بس تلامس، حتى هذه راح تطلع نبتات جديدة. هذه الأوراق على قد القرنصة الموجودة، هذه بالأوراق هي تطلع نبتات جديدة. إحنا ممكن نخليها هنا تحت النبتة الأم، بس تلامس التربة هي راح تطلع نبتات جديدة. طريقة الإكثار مالتها سهلة، تتحمل الظروف، بس المهم بأنه زيادة بالمي ما تتحمل، بينما شمس مباشرة جو البارد فهي متحملة هاي الظروف كلها. شوفوا ما شاء الله عليها، شوفوا هسه شلون هذه، شوفوا جمالها من تطلع. هذه أوراق السنة الماضية حطيتهم، طلعت نبتات جديدة، شوفوا شقد حلوة كأنه وردة، سبحان الله، وردة بالضبط. وبعدين تاخذ بالطول مثل ما اخذت هذه، في حالة تريد تزهر تاخذ بالطول، والأوراق بمرور الوقت تصغر الأوراق اللي تصير بيها، وبالأخير يطلع هذا العمود اللي بيها، يطلع بيها أزهار حلوة. صح ذيك يا جماعة، أشوف صراحة يعني أشوف ذيك يعني أجمل من عندها، بس استل واحد يعني في شيء حلو، يعني في شيء ما شايفه. أنا قلت لكم ظلت سنتين عندي ما أزهرت، سبحان الله السنة الماضية أزهرت وهاي السنة، وهذا جمالها. شوفوا هنا كأنه زهرة، سبحان الله. هذه هاي ممكن احنا نقطعها ونزرعها بغير مكان، بغير سندانة، هذول كلهم شوفوا الأوراق كانت هذه بالأوراق، من كثرتها بالأوراق طلعت بهذا الشكل. هذه هي الكلاشوا، ثلاثة أنواع والحمد لله أزهرت. هسه احنا اليوم 6/2/24، الحمد لله ثلاثة أنواع ومزهرة جميلة سهلة، نبتة ما تحتاج رعاية كثير، تتكاثر بالأوراق وبالأغصان وبالبذور، والتربة عبارة عن خليط من البتموس والرمل أو الحجر الناعم إذا عندكم، أو الحص الناعم، فهي تحتاج تربة هشة، تربة خفيفة حتى يتصرف الماء الزائد. ونحن وصلنا على نهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفاديتوا من عنده، بس لا تنسوني بالإعجاب والتعليق، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.